الله ان شاء الله. يستاهلون. اليوم سمو الامير التواصل الاجتماعي، وحنا كلنا ما يحتاج ابناء تواصل اجتماعي في السوشيال ميديا، فيها الزين وفيها المحتوى الزين وفيها المحتوى طبعا الزين. طبعا فحنا نبغى تعليقك على الموضوع ورسالتك ايضا لنا. شوف انا دائما اقول وسائل التواصل الاجتماعي فيها حدين ما لا ثالث، يا الحد يخليك فوق يا ينزلك تحت، لكن تقول انا بكون في النص ما فيها في النص. لازم دائما انت تكون عندك محتوى، تكون محتواك يوصل الناس ويستفيدوا منه الناس، فهذا محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، سواء في تويتر محتواك، في سناب، في التيك توك، في مجال في هذه الوسائل التواصل الاجتماعي. بيجيك ناس يتكلمون فيك، بيجيك ناس يعطونك كلام، يذمونك، يجرحونك، يدخلون في شرفك، في كل شيء. هذا الكلام لا تهتم فيه، هذا الكلام بالعكس كل ما تقرأ أنت تعتبر أن نفسك ناجح، وكل كل ناجح محارب. فهذا الكلام إذا أنت دخلت فيه وصرت ترد عليهم وتتكلم معاهم، هذا الكلام راح ينقصك ولا راح يزيدك. فدائما أي أحد ينتقصكم سواء برسالة سواء بالخاص أو شيء، أنتوا لا تسمعون هالكلام، عدوا تجاهلوا واستمروا في اللي أنتوا فيه، لأنكم أنتوا راضين عن نفسكم، وقبل أي شيء إنه الله سبحانه وتعالى راضي عنكم، وأنتوا قاعد تقدمون شيء جميل. فأنت دامك أنت راضي عن نفسك وراضي عن المحتوى اللي جالس تقدمه للناس والناس يستفيدوا منه، أنتوا استمروا. أنا واجهت زي ذا المشاكل كثير أيام زمان، كنت أول قبل 20 سنة أي أحد ينتقدني بالشيء اللي سويه يضيق صدري، كنت أقعد في الغرفة ما أطلع، كنت أحزن. بس هذا استفدت بعدين، بعد الدروس اللي استفدتها استفدت إنه هذا ما فادني، بالعكس هذا قاعد يدمرني. الآن الكلام لما يجيني كلام انتقاد أنبسط، أفرح بعكس عن أول. ليش أفرح؟ لأنه أحس نفسي إني أنا ناجح. أي انتقاد يجيني بالعمل اللي قاعد أقوم فيه، وخاصة إذا كان في مجال تطوعي، أحس إني مبسوط جدا. فأي انتقاد يجيني أنا بالعكس الآن أنبسط، هذا الانتقاد اللي يجيني يرفعني فوق. فدائما أنتوا انتبهوا في هذه النقطة، وإن شاء الله فالكم البيرق إن شاء الله. عزيز الله وجهك، الشباب كلهم فيهم خير وبركة. إحنا الوقت سمو الأمير يداهمنا، والوقت معك راح بدون ما إحنا ما نشعر فيه. أتشرف لي الله.